سويت خلاص. احنا هلا نرمي قدام الوزير. معاليك هاي المفاتيح كلها مجمرك السيارات. معاليك كل هاي مال حلال. احنا ما سرقنا سرقه، هاي مالنا مال حلال. بس المستثمرين صاروا مال حرام احنا هون بالدولة هاي. احنا مشكلتنا معانا رقم وطني. خلي السيارة حقها 25,000. احنا ما سرقناها سرقة هاي. كلياتها مال حلال، بس المستثمرين صاروا مال حرام. احنا مشكلتنا معانا ارقام وطنية. احنا مشكلتنا احنا اردنيين صرنا، هاي مشكلتنا، لو خارج البلد احنا كل امورنا تمشي. ولا حدا بيدري عنا، اخذوا استملكونا واحنا مش دارين عنا. احنا مشكلتنا اهمالنا مال حلال، هاي المشكلة، لو بناكل حرام ما صار فينا اللي صار. معالي الوزير احنا عدة مرات اجينا عليه. وجبنا كتب. ودينا له كتب رسمية. ما يبي كتاب رسمي. الله يسمح لي خليني احكي لك. ابو ايمن. الله يزيد فضلك حبيبي. ابو ايمن. نعم. الكتاب هذا هذا احنا هذا الكتاب هذا قبل اسبوع ودينا له اياه على اساس انه يوم الاثنين احنا جايين نسلمك مفاتيح السياره. هو سيدي العزيز هو قاعد يحثنا على الاعتصام. لا هو حكى لنا انا بحكي قدامه هو شخصي يا رياب تعتصموا يا روح على المحكمه. والله قال اي اعتصموا، قلت احنا ما بنعتصم، احنا بنخاف على بلدنا والله اكثر منك. كيف جاوبنا؟ مكتب واضح. بس هي المفاتيح ما بنقدر احنا سيارات احنا عبد الرحمن بيجي بترضى احنا هسه نفرق 1500 سياره بترضى انا المفاتيح ما حدا راح يستلم عندنا المسؤولين عنده في عنده الامين العام بيستلم. سيدي لو سمحت لو سمحت احنا ما بنسلم الا من العام ولا احنا بنسلم الا واحد من الوزاره ولا موظف من الوزاره مش مسؤول انه يستلم عدم مؤاخذه مركبات صفه غالي ومفاتيح هناك والله كسر وخلع. لا ما عندي مركبات صفه ما عندي مركبات سيدي خلينا نشوف الامين العام. خلافنا مش مع الله يرضى عليك الامين العام خلينا نشوف. يا ابو ايمن احنا خلافنا يا اخوي مش من الامن العام. مش الامن العام لا الاجهزه الامنيه يخلف عليها وكثر الله خيرها. احنا خلافنا امين تعمل وزاره خلت تجي مستثمرين احنا مش جايين من المفاتيح مين يستلم منه؟ ولا حدا. ليش؟ اوامر ممنوع الاستلام. شو اوامر مين؟ اوامر وزير. انا ما امنع اخو الوزير هو شعار من الوزير الوزير خرب اذا وزير قرار مجلس انا ما طبقه. وزير ما بامر موظف موجود بالاردن هذا زيه زي اي واحد فينا يستلم المفاتيح. معلش الوزير ما بامر تقول لي انا اوامر وزير، وزير ما بامر، احنا 3000 عائله عايشين، الوزير ما بيعيش 3000 عائله. الوزير مش قد كلامه مش قد تنفيذ قرار مجلس وزراء. انكر وجود قرار مجلس وزراء اللي مصور على التلفزيون الاردني وصادر على الصحف. يستخف المواطنين حقوق المواطنين. احنا اللي قلنا له اذا قال لك مش مزبوط حولها لمكافحه الفساد، حولها لمكافحه الفساد. احنا اوراقنا قانونيه وانت بتعرف انت والموظفين والامين العام وهيئه النقل العام مشيت بالتسلسل من اصغر موظف بهيئه النقل لحد ما وقع عليها رئاسة مجلس وزراء. اذا مجلس وزراء موقع على قرار مش عارف شو هو معناته يسكروا ويروحوا. احنا عتبنا على رئيس الوزراء اللي شايف شو وضعنا وشايف شو احنا بنعاني وشايف وزارة كتب المحرضة من عندكم. ما حدا فينا راح يستلم مفاتيح. ينزل واحد يقابلنا صاحب ولاية صاحب وين ما في نادونا الفراش نادونا المراسل يقابل مستثمرين ب 10 و 15 مليون. اسمعني بشوف تعاونه انت انت مش خصمي مش خصمك انت اخوي ولا حتى الوزاره خصمك لا الوزير صار خصمنا. بس احنا الوزير احنا بس الوزير عدو استثمار. الوزير انسان لا يفقه كل حياته من وزاره البنوك.